أشهد أن لا إله إلا الله الفرح حالة من سرور القلب وابتهاج النفس، تغمر الإنسان بسبب نيل مطلوب أو تحقيق لذة. والأشياء المفرحة في حياة الناس متنوعة، وهي تختلف باختلاف مشاربهم وقناعاتهم ومنطلقاتهم. وكثير من الناس يظن أن الفرح الحقيقي هو الفرح بالأموال والمناصب والجاه والمراكب والدور وغير ذلك من متع الدنيا. والحقيقة أن هذه أفراح قاصرة ناقصة مشوبة بالمنغصات والأكدار، لا تصفو ولا تدوم لصاحبها، بل قد تكون في أحيان كثيرة هي سبب الشقاء والآلام والأحزان. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وأكثر الناس غافلون عن أن هناك نوعاً من الأفراح لا يشبه شيء، لا يشبهه شيء من أفراح الدنيا التي يلهث خلفها اللاهثون. فرح عجيب، فرح عجيب له جلالته وحلاوته ونداوته إذا تخللت نسماته القلوب، وعبقت برائحته النفوس، وتشربت بطلاوته الأرواح. إنه الفرح بالله، الفرح بالله والسرور بالرب سبحانه جل في علاه، الفرح بالله وبكل ما يأتي من الله، الفرح بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبشريعته، الفرح بالقرآن وبالصلاة والصيام والصدقة وأعمال الخير كلها التي ترضيه سبحانه وتعالى. هذا هو الفرح الحقيقي الذي يثمر حالة الحبور والسرور والسعادة والأنس. هذا هو الفرح الدائم الذي لا يزول، والسعادة التي من لم يذق طعمها فما ذاق شيئاً من النعيم. وليس في التعبير عن الفرح بالله إلا حروف وكلمات قاصرة لا توفيه حقه ولا تستطيع وصفه على الحقيقة. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله هنا هو الإسلام، ورحمته هو القرآن، ورحمته هي القرآن كما قال ذلك جمهور المفسرين. ومعنى الآية يقول ربنا سبحانه: افرحوا بالإسلام وافرحوا بالقرآن، فهو خير مما يجمع الناس من الدنيا وأزكى، وهو الأحق بالفرح.